شو اخبار فاروق؟ صار لازم نعمل فحوصات اضافيه، في شيء مو طبيعي عنده بالرئه اليمنى. صار صعب. كيف يعني صار صعب نقدر نعمل له اي شيء؟ ليش؟ خير صار له شيء؟ لا، اختفى، طلع عن المستشفى وما عاد رجع لهون على الدار. غريب، هذا الرجل لازم له مستشفى حتما. اهلين عمو، تفضل تفضل تفضل. عم فهمي يعني بصراحة احنا لازم ننقل غرفة المعاينة لتحت. لازم ننقل سكن الختايرة كله لتحت. ماشي، ها كتر خيركم، هالشي كتير علينا. انا رح انزل جيب البقية. شوفي يا ست ام اسعد، انا ما بقبل حدا يمد ايده عليكي، بنفس الوقت انا ما بقبل انك تمدي ايدك على حدا من الختايرة هون بالدار. انا ما ضربته يا حسيت فدوى، بس دفشته وقت هجم علي يضربني. بدكم يعني ما دافع عن نفسي؟ إيه، انا بستقيل فورا ولا بتحمل اهانات. هلا اتركينا من سيره الاستقاله، ما اتفقنا ما عاد نجيب هالسيره، خلينا بموضوع الضرب احسن. انا قلت لك ممكن اتساهل معك بكل شيء الا بموضوع الضرب. انا مجوزه اولادي يا ست فدوى، انضرب عندكم هون وما يتحسب اللي ضربني. لك ايه ما صارت، انا عندي اولاد بيخربوا الدنيا مشاني. تفضلي امشي يا ام اسعد، يعطيك العافيه. انا من اول يوم شفته للانسان حسيت انه في بحياته سر، ولهلا ما بعرف شو سبب احساسي هذا. هلا الكل بيعتبره اجدر اهبل، لا بيحس لا بيسمع لا بيفهم، وليكو يوم بعد يوم عم نكتشف انه هو انسان موهوب كتير. هلا ممكن يكون هو عم يسمع وعم يفهم كل شيء حواليه، بس انه موهوب بتصور ما بنقدر نقول عنه هيك بهالمرحله. انا ما كتير بفهم بالرسم، بس كمان عندي احساس هالمره انه شي اللي راسمه على الحيط في موهبه. يعني هلا نبروز للحيط ولا نرجع نجيب الدهان مشان يطرشوا مره ثانيه؟ لا لا، هيك ولا هيك، خليه على حاله يومين بس. انه بس بدي افهم شو بده يصير بهاليومين. الو، اي اهلين اهلين، تكرم عينك. الو، اهلين استاذ عمار، تمام كيفك؟ الحمد لله على السلامة. امتى جيت؟ هلا وفورا هيك يعني اتصلت معي؟ ابدا، صدقتك من الكراج عم تحكي. خلص خلص صدقتك. كيفهم اهلك؟ اي الحمد لله. لا بعد الظهر. هلا مستحيل، في عنا شوية مشاكل بالدار. لا شو تجي انت؟ بعدين شو استاذ عمار؟ شايفتك يعني رايح جاي على الدار. في منن عم بيقولوا انك نقلت شغلك لهون. مين هن؟ يلي هن؟ لك يا مجنون استنى. هي اجى شخص ثالث محلت رقابينا. يا الله ما اغلطك. اهلين استاذ عمار، صلي ساعتين عم فكر فيك. خير؟ يعني الارواح وجنود مجندة مثل ما بيقولوا. بدي اخذ رايك بموضوع كثير مهم. نحن لها، انا اختصاصي المواضيع المهمة. ايه بس بدي اياكم تشوفوا على الطبيعة. خلاص على الطبيعة على الطبيعة. شرف. تفضل. برأيك هذا فن؟ يعني ما بعرف بدي اقول لك، انا ماني متخصص بهذا المجال، مجال الفن التشكيلي، ولا بقدر يعني اتعامل مع هالموضوع كناقد فني، بس بقدر اقول انه هذه الايد الرسمه، هذا الرسم ايد مجربه ومتعامله مع الريشه او مع الفحمه بالاحرى قبل بمره، يعني ايد سبق ورسمت كثير. كنانة، اتصل شي الدكتور رياض؟ لحد هلا لا. الو، مرحبا، بقدر احكي مع الدكتور رياض؟
طلع؟ طيب شكرا. الو مرحبا، كيفك مامي؟ اهلين حبيبتي، اشتقت لك. طمنيني كيف ظهرك؟ ما رحتي على الدكتور؟ لا ما بصير ماما، لازم تروحي. طمنيني كيفها منى، شو اخبارها؟ اي الحمد لله. مامي اتصل فيكي شي رياض حط لي خبر عندكم؟ لا شو ينشغل بالي عليه، شو هو ولد صغير؟ لا ماما بعرف وينه، عنده جماعه من المنظمه عازمهم على الغدا. ايه ماشي حبيبتي، الله معك، باي باي. متأكد البواب مو هون؟ بيكون عم يتعشى مع مرته واولاده. دخان انا بعرف هربته. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، منين طلعت؟ والله انك استاذ وشاطر. اسمعي لقلي لك، انت وياه بترجعوا من حيث جئتم. انا فايت لعند الاولاد اودي صحن هالزيتون واللبنه وهالابريق الشوي، عرفتي كيفيه؟ بدي ارجع الاقيكم بالعنوبر. شوفي شو بكون، ليش هيك متجمعين؟ بعدين انت ابو مالك ليش طالع صوتك؟ ما في شيء ست فدوى، بس السيد منير والست كوكب قرروا يرحلوا في نص الليل. شو الريحه هاي؟ هاي ريحه المبروكه ست فدوى. مبروكه؟ ايه وين رايحين بهالمبروكه بنص الليل؟ قال يعني قرروا يتركونا. مثل ما بدهم على راحتهم، نحن ما لنا بحبس، بس يعني ليش بنص الليل وبالسرقه؟ كنتوا خبرونا، عطونا خبر قبل بوقت، كنا عملنا لكم على القليل حفلة وداع. يعني أقدر أروح لبيتي؟ إمتى ما بدك، بس بقى أنا بقترح عليكم الليلة تنامي هون وبكرة الصباح رباح. أبقى ليلة وليلتين بضيافتكم. شلون؟ والعود؟ وعليش أنطيك العود؟ لأنك ضوعت المبروكة؟ أبصر شو تسوي فيك الليلة. يا حبيبي المبروكة قال ومصدق حالة الدجالة. أهبل، أصل له هيا جان. أش هي مبروكة ومبروكة؟ دجال دجال هيا دجال. بعد أنا دول دجالين كذبوا، كذب المنجمون ولو صدقوا. لكن شكرا. في شي؟ ايه في جديد؟ يعني ما بتعرفي الموضوع؟ بلا بعرف. اذا كنت تعرف فهي مصيبة، واذا كنت لا تعرف فالمصيبة اعظم. فهمتي؟ فهمتي. ايه كثير منيح. الله حبيبي، الله 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 حبيبي. معلش رجاء اتركيني. اهلين عمو، تفضل.
صباح الخير. أهلين عمو، صباح النور، تفضل ارتاح. شو خير عمو؟ امبارح انت شغلت لي بالي، امبارح شفتك مزعوج وانا كنت مضطرة اني روح فما قدرت اعرف شو القصة. شو قصة العود؟ ما في شي بيستاهل، مزحة بمزحة. انا عرفت من اهل الدار انك بتعزف عود ممتاز. لا ممتاز لا، بس يعني الحقيقة انا العود حياتي، اذا بصح اللي اكل واشرب عود ليل نهار ما بمل. كتير عظيم، هذا اللي ناقصنا بالدار. بس شو القصة؟ ما عم بسمع رنات عودك، مع انه بإدبارتك في ضبط انك كنت تعزف بالشوارع. مو هاي هي المشكلة. وين المشكلة؟ ما في عود. وين العود؟ العوض بسلامتك. ايه بسيطة، مو مشكلة، بنجيب لك واحد غيره. تشتري لي عود؟ بدنا نشتري لك الك عود، وبدنا نشتري كمان للعمدي بعدة رسم حتى ما يعود يرسم على الحيطان. امتى ما بدك. هلا الان سكينانا نزلت تنادي للمحاسب. معقول اليوم معقول يعني هيك على حالك؟ ايه كل شيء بيصير. صباح الخير. يسعد صباحك ست فدوى، امريني امر. دخيلكم لا تاخذوني، تكون طولت عليكم الطريق، بس ما بقى لنا صح. شوف نحن منسامحك، بس على شرط تعمل لنا حفلة على العود. من عيني هي قبل هي. لا تجيبنا هالجاية، سامع أخي. ولا يهمك أستاذ، ولا يهمك. ها أبو زيد، ليكو قدامك المحل هاد. صف على يمينك. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا استاذ. اهلين. وين الغيبه؟ ما بنستغني بين ايادي. اهلا وسهلا. والله لو سمحت اعطيني هالعود هذاك اللي دقيت فيه اول مره. ايه تكرم. الله يكرمك. تفضل. يسلموا. على منير. لك ليش جبتوا لهون؟ اخ رجعوا على المكرو، خلصني ما انا مطولين. عم ديب عود وتسمع. تعا عود ديب، فضل ايه استاذ، قديش رح تحسب لنا اياه؟ استاذ منير بيعرف، هذا عود اصلي، ما غليت عليكم. اصلا هالسعر هاد خاص لهالرجال المتولع بالعود. انت بتعرف هذا العود دار للعجزه، وهدول الرجال بتعرفهم يعني بدون ما اشرح عنهم، والست فدوى يعني هي مديره الدار، بقى يعني لازم تراعينا، اعتبرها حسنه. استاذ تحسين، اذا بتريد اترك هالموضوع لي. عفوا تفضلي. شو قال لك يا ديب؟ لك مين متخبي جواك انت مين؟ اجا الدكتور تبع المؤسسة، شافه طلعنا لبرا، سألته أنا كيف الوضع دكتور؟ قال لي خير إن شاء الله، أنا بحكي مع المديرة. شافك؟ قال لك شي؟ تفضل عم، تفضل ارتاح. حسني قلبي، أنا حسني قلبي من المرة الماضية
وقت اللي هرب انا قلت انه حاله فاروق مو كويسه. فاروق معه سرطان بالصدر. لا حول الله ولا قوه الا بالله. انا ما بعتقد لو ضل هون بالدار كان ممكن يتغير شيء، بس بقى محبتك له وحنانك عليه كان ممكن يخفف عنه. عم حميد ونحن هون بالدار بحاجة لإلك، أنت الخير والبركة تبعنا. ست فدوى، كوكب ضب اغراضها وبدها تمشي. قررت تروح؟ يبدو هيك. نجلة عند عيد قال بدها تكسر وراها جرة بس تطلع من البوابة. طيب بدها تروح تروح. انت حاولت تقنعيها مشان تبقى؟ بصراحة فكرت احكي معها بس بعدين تراجعت. ليش تراجعتي؟ كان لازم تحاولي. ست فدوى، ليش لازم نحاول نقنعها؟ يعني هي إنسانة قدرانة تعتمد على نفسها وفي عندها بيت ورغبتها إنه هي ترجع لبيتها. بعدين ما تنسي إنه عملت لنا مشاكل بالدار، فليش لحتى متمسك فيها؟ يا كنانة ما بصير هذا الحكي، مع ذلك كان لازم تحاولوا تقنعيها. استري على ما شفتي منا يا منوال. ما شفنا منك إلا كل خير. مع السلامة، ديري بالك على حالي. إن شاء الله. كوكب يا عينة، ابقي زورينا، في ناس هون رح يشتاقوا لك كتير ويذكروكي بالخير. تقصدين الأستاذ منير؟ أكيد الأستاذ منير سامحني. ما هيك يا أستاذ؟ أنا ما كنت أعرف إنك فنان كبير. على راسي، لك على راسي اللي بيقدروا الفن. صافي يا لبن؟ ولبن مصفى كمان. وأنتي ست كوكب كل ما حبيتي تسهري وتنبسطي ابقي شرفينا لهون. يلا بخاطركم جميع، السروا ما شفتوا منه. أنا معك يا هو، رنشتلك بابا. هذا واحد في جني براسه. أنا أول ما شفتها قلت لكم هاي مرة من أهل الكرامات. يا ست كوكب، ست كوكب يا عينة، شو خير إن شاء الله؟ قال تاركتينا ورايحة، ليش من غير شر؟ الواحد يسكن في بيته يا ست فدوى، مدام رب العالمين رازقه بيت. مظبوط، الله يعمر لك بيتك. ست كوكب، انت عندك حدا بالبيت او حدا قريب منك بيقدر يشق عليكي؟ انا اطل على حالي وعلى عمي بعد. ساكنه انت وياه ببيت واحد؟ هو ساكن ببيته وانا ليا بيت. ليش انت وين بيتك؟ بالبساتين بالطرف الشمالي. اه يعني بيت بيت. خيمه يا ست فدوى، المهم ما حد يشاركني فيه. على كل حال يا ست كوكب، امتى ما عتستي اي شيء بالمستقبل هون بيتك ودارك. كتر خيرك يا ست فدوى، كتر خيرك. شفتي يا زلفة، هي راحت من الدار وما كتبت لي حجاب الحزازة. راحت عليكي، ليش ما ذكرتيها؟ يا عليكي نسيت. يعطيكم العافية. أهلا مدام. مثل ما ودعتوا تلاقوا. تلاقي خير والله. نحن سعدنا كثير والله يا مدام. السلام عليكم. وعليكم السلام. في لنا بريد؟ في كم ظرف؟ في شيء مسجل؟ لا كله عادي. تفضلي. يسلموا هاليدين، شكرا. عفوا، السلام عليكم. عليكم السلام. يا أم نوال، أم نوال. نعم ست فدوى. في إلك رسالة. رسالة إلي؟ مين بقي لي بهالدنيا يبعث لي رسالة؟ مرقي لعندي على المكتب وخديها. على عيني، هلأ بخلص شغلي وبيجي باخدها. تركيا؟ عملتيها يا عفريتي. لكن هيك تجوزوا بالسر؟ والله برافو عليك يا رند، مانك قليلة. منيح انه اللي ما اهتمت بالشكليات بنت عملية كتير. يا ستي عملية كتير كتير. تعرفي
مع انها هي بنت عيلة معروفة، كيف وافقوا لأهلها؟ يا ستي من وقت ما كنا بالجامعة ما كان في أجرأ منها، إذا حطت ببالها شيء ما في قوة بالدنيا بتمنعها عنه. يا حبيبة قلبي هالرند، الله يهنيهم يا رب. عقبالك إن شاء الله. يا ست فتوى، أنا ما بقى فيني أتحمل هالقصر إلي وتنازلت لكم عنه، الله يخليكم عفوني من هالعذاب. طولي بالك ست مسعد، طولي بالك. روقي تفضلي عادي ارتاحي. خير؟ شوفي شو القصة، قولي لي مين اللي زعجك؟ ديب يا ست فدوى رجع له جنانه. يعني أنا بفهم إنه اثنين شباب صغار عشقانين بعضهم، بيحبوا بعضهم، بده يتزوجوا بطريقة غير تقليدية، يعني بيعملوا هيك صرعة، بيروحوا بيعقدوا قرانهم بطريقهم على لادقية، بيروحوا مشان يعملوا شهر عسل، يعني شيء من هاد. أما يعني وحدة بعمل رند وضع الاجتماعي والمهني، ها أنا شايفة أنه مو ظابطة أبدا. مزبوط، بس في شيء خاص بوضع رند بيجوز لحنا ما نحسه مثل ما هي بتحسه. يعني موضوع السن وفارق السن، هو موضوع السن وفارق السن موضوع مو قليل، خاصة إذا كانت الزوجة هي اللي أكبر. اسمع رياض، اسمع هالرسالة شو دمها موضوع. عزيزتي فدوى، كان علينا أن ندعو إلى دمشق 150 أو 200 من أبناء أسرة وعشيرة مفيد التي قال لي أنها جرارة، ولست أعرف مدى صحة ذلك ولا أريد أن أكتشفه، أو أصطحب 40-50 خانم وهانم وبيك من أهلي إلى ضفاف الفرات كي يتأففوا على كل ما يشاهدونه هناك. لذلك لم أشأ أن أصبح فرصة للمنافقين من أبناء الريف والمدينة الذين سيدققون في جميع التفاصيل ولن يعجبهم تفصيل واحد، وسيقضون سهرات الشتاء القادم يثرثرون حولها وينهشون لحمنا، أو بالأصح لحمي أنا منفردة وفهمك كافي يا أقرب الناس إلى روحي. شوفي يعني فارق السن بين الزوجين إذا كان بحدود معقولة أنا ما بشوف إنه في مشكلة، وحتى الناس بمجتمعنا كمان يعني بيقبلوه، طبعا بدون ما يكون في إكراه أو إذا كان عن حب مثلا. طبعا حبيبي، المهم ما يكون في إكراه بالزواج. الله يشفي ويرجعنا يا بالسلامة. أنا هالرسمة ما فهمت منها شيء. تعرفي ست فدوى، أم أسعد ما حق تزعل، أنا زعل الدنيا كلها بالدهان. وأنا كمان ما كتير فهمان شيء من اللوحة. خلص لكن بس يجي الأستاذ عمار بنسأله رأيه. حاكم صاير هو مستشار الدار للشؤون الثقافية. معقول. ست النوال، بدنا شي محل للعم ديب مشان نحط له فيه عدة الرسم والسيبة، شو رأيك تحت شي قرنة قريبة من الباحة مشان إذا حب يرسم على الطبيعة أو إذا حب كمان يرسم ختايرة الدار؟ بلكي منلاقي له محل جنب المستودع. ممتاز، في الغرفة اللي قدام جناح النسوان، هي ممتازة لديب. غريبة هاللوحة، صحيح أنا مالي فهمان الشي من موضوعها، بس هيك فيها شي غريب بحركة الألوان. المهم بدأت روح ديب تتنشط، هذا أهم شي. الله يرجع لنا يا بالسلامة. أنسة كنانة، ممكن تعطيني رقم تليفون للأستاذ عمار؟ ليش خير، في شي؟ لا ما في شي، شغلة بسيطة. ايه تكرم عيونك، هلأ بعطيك إياه. ست فدوى يسعد صباحكم. الحقيقة ست فدوى لازم ننبه على العمال انه ما يختلطوا بالزباين كتير، قصدي بالنزلاء، بلشت تدب الفوضى بالدار. مزبوط معك حق، بس بقى الشغلة بعد جديدة لساتهم فرحانين فيها، يا نحن مننبههم يا هن بنتبوا لحالهم. تعرفي ست فدوى، اهم قرار اخذناه انه اشترينا هالعود لمنير. منير فنان، فنان هالرجل. بس تعرفي ست فدوى، انا امبارح كنت بالوزارة، كنت عم زور واحد رفيقي، سمعتهم عم بيحكوا عن هذا الصحفي اللي عم يتردد على الدار. عمار الشريف؟ اي نعم، هذا اللي بيشتغل بالاذاعه والتلفزيون. مدري شو قايلين لمعاون السيد الوزير ومعابين قلبه عليه، منعوا نهائيا من دخول الدار. عم بيدسوا يا سيد فدوى، عم بيدسوا. بتعرفي اللي بيشتغل كتير وبينجح بيحكوا عليه وبيدسوا كتير، سبحان الله الناس ما بيهمهم حدا يشتغل. مزبوط. بتأمريني شي تاني سيد فدوى؟ بستأذن. سلامة قلبك، الله معك.